بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. سورة النساء من الكتاب 65، كتاب التفسير. وسورة النساء في 28 بابا. سورة النساء سورة مدنية نزلت بعد سورة الممتحنة. قيل أن بعد الهجرة أول سورة نزلت بعد الهجرة البقرة، بعدها الأنفال، بعدها آل عمران، بعدها الأحزاب، بعدها الممتحنة، بعدها النساء. يبقى النساء نزلت بعد الممتحنة التي نزلت في صلح الحديبية في العام السادس من الهجرة، يبقى النساء نزلت في العام السابع من الهجرة، لأن الأنفال نزلت في بدر، وبدر السنة الثانية من الهجرة، والبقرة نزلت قبلها، وآل عمران نزلت في أحد، وأحد في السنة الثالثة من الهجرة. فهمت بقى ماشي ازاي؟ وبعدين الأحزاب نزلت في غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب كانت في السنة الرابعة وقيل الخامسة على خلاف. وبعدين سورة الممتحنة نزلت ايه؟ في حكم النساء بعد صلح الحديبية، ان هم يمتحنوا ولا يرجعهم الى قريش، كويس؟ وكان صلح الحديبية في العام السادس من الهجرة. بعدها نزلت سورة ايه؟ النساء. سورة النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يستنكف، يستكبر. بيجيب لك بعض ايه الكلمات ومفرداتها في السورة، يعني من ناحية اللغوية. يستنكف اي يستكبر، لن يستنكف المسيح ان يكون ايه عبدا لله. يستنكف يستكبر. قوامة اللي هي قيامة، جعل الله لكم قياما فيها وارزقوه، قيامة فجابها بالمعنى قوامة، مكان قيامة. قوامة قوامكم من معايشكم. لهن سبيلا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فإيه؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن إيه؟ سبيلا. لهن سبيلا يعني الرجم للثيب والجلد للبكر، ده السبيل بقى. وقال غيره: مثنى وثلاث يعني اثنتين وثلاثا وأربعا، ولا تجاوز العرب رباع. باب: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني ألا تعدلوا، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيح الحديث 16 بعد 604، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق يعني نخل، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. إيه يعني القصة؟ ستنا عائشة بتقول سبب نزول الآية دي إن كان رجل تحت يده يتيمة،
هو وليها، وكانت لها نخل شريكة له في النخل بتاعه، وكان لا يرغب في الزواج منها، لكن تزوجها حتى لا يزوجها لغيره فيطلب مالها ينفصل عن ماله، ولم يعطيها حقها في المهر به ايه، لانه اعتبر نفسه انه رباها، يبقى تربيته ليها هو مهرها، فتزوجها وراغب عنها. كل ده ليه؟ علشان لا يعطيها لرجل اخر فيطالبها بان تفصل ماله عن ماله، يبقى كده ظلمها، لم يعطيها المهر وتزوجها وراغب عنها، وبالتالي هيعملها معاملة سيئة لانه مش مقبل عليها. فنزلت الآية دي: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خفت ألا تعدل فتزوج غيرها وزوجها هي لغيرك حتى تأتي منه بحقها كاملا. لأن لما يجي واحد يطلبها راغب فيها يدفع لها مهرها، لكن لما يجي يتجوزها وهو راغب عنها مش هيديها مهرها، يظلمها. فهمت؟ أدي معنى سبب النزول، يعني اللي سيدتنا عائشة بتقول. على أي حال العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، يبقى الإنسان المفروض لا يظلم اليتامى عموما، ولو خايف ان هو عشان يتيمة وملاش حد يقف أمامك تقوم تستغل الفرصة وتتزوجها وتبخسها حقها في المهر وتسيء معاملتها، يبقى كده حرام، ابعد عن الحكاية دي بقى واتجوز غيرها. عندك غيرها بقى يتجوز واحدة تانية واثنين وثلاثة غيرها، ليها أهلها يدافعوا عنها وياخدوا حقها منك، لكن تستغل ضعفها وبعدين تحرمها من مهرها وتسيء معاملتها ولا تجد من يدافع عنها، كده يبقى حرام عليك أيها المسلم. ليس من خصائص المسلم أنه يستغل ضعف الضعيف، بل المسلم يجبر ضعف الضعيف مش يستغل ضعف الضعيف. وعن أبي قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب اللي هو الإمام الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب اللي هو الإمام الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. نفهم من هنا أن الإنسان لابد أن يسأل الشيخ، مش يحاول يقرأ الآية ويفهمها بنفسه، لا، يسمع الأول كلام العلماء. سيدنا عبد الله بن الزبير ده راجل عربي قرشي يفهم القرآن أحسن من أي واحد فيه، بالرغم من كده راح سأل ستنا عائشة، لأن ستنا عائشة أعلم منه. يبقى لابد الإنسان يطلب العلم على الأعلم منه ولا يعتمد على عقله فقط. أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت: يا ابن أختي، لأنه هو كان ابن ستنا أسماء أخت ستنا عائشة، أخت ستنا عائشة لأبيها ليست أختها شقيقة، أختها لأبيها، الأمهات مختلفات. أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق. فهمت كلام سيدنا عائشة؟ يبقى واحد، يعني افرض مثلا واحد لقى بنت عمه مات وسب بنته، وهو ده اللي هيربيها ويبقى مسؤول عنها، وأصبح ورثها بقى مشاع في وسط ورثك أنت من أبيك، فبقى بورثها في وسط ورثك مشاع، وانت بقيت ولي على تربيتها، فتوليت تربيتها، فكانت لما كبرت لقيتها جميلة ورغبت ان تتزوجها، وفرصة انا اللي مربيها ما اديهاش مهرها، فرصة حلو، يبقى كده تظلمها. فلو انت عايز تتزوجها وانت راغب فيها بقى اديها اعلى مهر ممكن يجي لها. ادي معنى ايه؟ تديها اعلى سنتهن. إذا كان مهرها يتراوح من 50,000 ل 100,000 اديها أنت 100,000. مش تستغل بقى إنك أنت ربيتها تقوم إيه تبخسها حقها.
يعني عامل نفسك كمعاملة الغريب الذي جاء يطلبها منك. فلو جاء غريب يطلبها منك هتديها ايه؟ هتديها له باعلى مهر، عشان انت بتدور على مصلحتها. فهمت؟ ادي معنى. فاذا اردت انك انت تتزوجها ورغبت فيها اديها اعلى مهر ليها، والا لو اديتها اقل سنتها او حرمتها من المهر تبقى ظلمت. فهمت؟ طب مش عايز انا ادي كده، خلاص يبقى زوجها لغيرك وهات لها حقها، وانت تجوز غيرها النساء كتير. فهمت؟ ادي معنى الايه. نقرا تاني كلام سيدتنا عائشه عشان تفهم كلام سيدتنا عائشه في فهم هذه الايه. فقالت: يا ابن اختي، هذه اليتيمه تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن، يعني أعلى مهر تاخده ممكن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. إذا خاف أنه يظلم يبقى اتجوز غيرها. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. لا تؤتونهن يعني أجرهم صدقهم، لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، يعني ترغبون عن نكاحهن، وترغبون أن تنكحوهن، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. يبقى ترغبون إيه؟ أن تنكحوهن، يعني ترغبون عن نكاحهن، يعني لا ترغب في نكاحها لأنها قليلة المال وقليلة الجمال. فهم؟ يقوم إما حاجة من الاثنين، يتزوجها وما اداش مهر يبقى ظلمها، أو كل ما يجي له خاطب يغلي عليه عشان ما يخطبهاش وتفضل تحت إيده عشان يفضل مالها تحت إيده. الاثنين دول ظلم. فهمت بقى إزاي؟ هو مش راغب يتزوجها ولا راغب يزوجها، علشان كمان لو جا زوجها هيقول لها: خدي مالك اللي تحت إيد وليك، فينفصل مالها فتنضرب. يقوم يعمل إيه؟ لا يتزوجها ولا يزوجها لغيره، وإذا تزوجها لا يعطيها مهرها. يبقى كده ظالم من جميع الجهات. فهمت بقى ازاي؟ رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت: فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، بالعدل يعني، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. باب: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولي اليتيم بقى اللي هو بيعمل في مال اليتيم علشان يسمره ويربيه من هذا المال، إذا كان فقير له أن يأكل بالمعروف مقابل تسمير المال ورعاية المال. يعني إيه بالمعروف؟ يعني يأكل على قدر حاجته ولا يكتنز، ما يحوش. فهمت بقى إزاي؟ على قدر حاجته، ثوب في السنة يشتري له ثوب في السنة، ويأكل وجبتين في اليوم بس وخلاص على كده، مش يجيب مخزن ويحط خزين الأكل ويبقى عنده دولاب مليان هدوم. كل ده من مال اليتيم، بيقول لك علشان ما ينفعش. ادي معنى: ان كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني بالضرورة، على حد الضرورة تبقى كده معلش حلال، واذا كنت غني ما تاخدش مقابل رعايتك لليتيم، اجعل رعايتك المتين لله لوجه الله، لا تاخذ مقابل من مالي ولو كان غنيا. من كان غنيا ايه؟ فليستعفف عن مال اليتيم، لا يأخذ شيء ويعملها لوجه الله، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وعرفنا بالمعروف يعني ايه؟ بالاعتدال يعني.
الناس المعتدلين بياكلوا ايه؟ لحمه يومين في الاسبوع. تاكل انت لحمه يومين في الاسبوع؟ لا، هو عايز ياكل لحمه يوميا وثلاث مرات. ايه ده؟ هو انت اسد؟ حيوان مفترس؟ فهمت ازاي؟ ما ينفعش. كل برضو يوم فول ويوم طعميه ويوم جبنه ويوم لحم، ما يجراش حاجه، واخد بالك؟ وبعدين ما تجيب لحمه ما تجيبش 20 كيلو، جيب نص كيلو ربع كيلو كده، حاجه على قدك. فهمت؟ ادي معنى بالمعروف، يعني بغير اسراف. ليه بقى؟ لان لو اسرف هيستهلك مال اليتيم، على ما يكبر يلاقي ماله خلص. علشان كده زي علشان كده الواحد لازم ياخد باله انه يستثمر مال اليتيم عشان ايه؟ ياكله من ثمره ماله لا من اصل ماله، عشان لما اليتيم يكبر يلاقي ماله موجود ياخده ويعرف يعيش حياته. يا الله. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. يعني إذا دفعتم أموالهم حال الرشد، إيه؟ لأن إذا أنتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا لقيتوا رشيد، رشيد يعني إيه؟ يعني صالح في حسن التصرف في المال. تعمل له اختبار كده وتشوفه هل هو فعلا بيستعمل ماله كويس ولا بيضيع ماله في كلام فارغ. يشتري موبايلات ويشتري ايباد ويشتري مش عارف ايه ويروح النوادي وقاعد طول النهار يضيع في ماله ويعزم صحابه وياكلهم كل يوم في محلات الكباب بره وقاعد بقى ايه بيبذر في ماله. لا ده ما بذلكش الرشد ده، خليك قاعد هنا انا اللي اصرف عليك. فهمت ازاي؟ لكن لما الاقيه كده حكيم في تصرفاته ويستعمل ماله كويس وبيعرف يتاجر فيه ويصم اديله ماله. فهمت؟ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وبدار مبادرة، أعتدنا لهم عذابا أليما، يعني أعددنا لهم، أفعلنا من العتاد، يبقى أعتدنا بمعنى أعددنا، كأن التاء دي معناها دال، أعددنا بيت أعتدنا. ولا تأكلوا أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا، مش الآية بتقول كده؟ فلا تسرف في المال بحيث تستهلكه، ولا تستعجل في إيه؟ في الصرف، علشان إيه؟ علشان قبل ما يكبر الواد ويقول لك فين مالي؟ تقول له أنا خلصت خلاص، مالكش مال، مش دخلتك الجامعة وصرفت عليك وعملت، استهلكت مالك يا ابني، أنت مسكين خلاص ما بقاش عندك حاجة. كده ما ينفعش. الطريقة دي ما تنفعش. لأن إيه؟ هتزود فقر الفقير. فهمت؟ فلا تتعجل انك انت تلحق تخلص مال اليتيم قبل ما يكبر، وبدارا ان يكبروا، يعني عايز تخلصه قبل ما الولد يكبر ويعمل يقول لك اديني مالي، تقول له انا استهلكته. فهمت؟ او تصرف فيه فتفسده. كل ده حرام. كل ده الكلام ده موجه لمين؟ لاولياء الايتام القائمين على ايه؟ شؤون الايتام. والوقت احنا شايفين دور يتامى بتتعمل ويجي لها تبرعات قد كده ويحطها المديرين والموظفين في كرشهم ويسيبوا العيال ياكلوا وجبه في اليوم ويغطوهم بملايه وعندهم دواليب مليانه بطاطين جايه لهم تبرعات. دور يتامى يعاملوهم اسوأ معامله. او دول الايات دي دول بياكلوا اموال يتامى كانه بياكل نار. فهمت؟ لكن للاسف منتشر هذا. وعن أبي قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه، إذا كان يعني الولي فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. المعروف اللي هو دون ان يتأثل. يتأثل يعني يحوش، يعني معناه يتأثل يعني ما يحوش. باب. واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. الله، هو الرزاق مش ربنا؟ ونسب الرزق للمخلوق، فارزقوهم.
نسبة مجازية، يبقى المجاز في القرآن اهو. المجاز في القرآن يا ابن تيمية، المجاز في القرآن يا وهابية. لكن الوهابية وغباوتهم كل حاجة على الحقيقة. حقيقة ايه يا أستاذ؟ يعني فارزقوهم تبقى معناه ان انا رازق، ان البشر بيرزق غيره؟ لا، للنسبة مجازية. فيجوز نسبة صفات الله للعبد بالنسبة المجازية، واخد بالك؟ يقول اجعلني على خزائن الارض اني ايه؟ حفيظ عليم. الله، سيدنا يوسف بقى كان مشرك بقى على مفهوم الوهابية، يسمي نفسه حفيظ وعليم، ودي من اسماء الله. ايه ده يا يوسف؟ لو واحد وهابي وبنبازي بقى كان يعمل كده؟ لا يا سيدي، سيدنا يوسف قال اني حفيظ عليم ونبي فاهم. فهمت ازاي؟ لانها بالنسبة المجازية. ولما الرسول الله يقول ايه؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، يصف النبي بصفاته. طب بالنسب المجازية التي تليق بالمخلوق. اما اقول فلان كريم وربنا كريم، الله، طب عادي. فهمت بقى ازاي؟ عادي، ما يجراش حاجة، نسبة مجازية. يبقى المجاز موجود في القرآن اهو، فارزقوهم منه. لو قلت الواحد فلان بيرزق فلان يقول له ايه ده مشرك، ربنا اللي بيرزقه. يا عم ده بالمعنى المجازية، يعني بيديله مرتب. بيرزقه يعني بيديله مرتب، موظف عنده بيديله مرتب. ادي كل حاجه نفهمها كده على طول. والرسول صلى الله عليه وسلم قايل في الحديث: من وليناه على عمل فرزقناه رزقا فاخذ ازيد منه فهي رشوه. رزقناه رزقا اهو، ونسب الرزق لنفسه، يعني اعطيناه مرتب. فهمت ازاي؟ يبقى يجوز النسب المجازيه كلها في القران وارده يا وهابيه، لانهم خلوا الناس كلهم مشركين. فهمت؟ تيجي تقول له ايه؟ الواحد يروح للدكتور يقول له يا دكتور اشفيني، يقول تشوف المشرك الشافي والله. يا عم اشفيني يعني عالجني، اشفيني يعني عالجني يا استاذ. فهمت ازاي؟ لكن لا، هو ياخد كلمه اشفيني على حقيقتها، ويقول لك الحقيقه ان الشافي والله، ويقول لي غير الله اشفيني يبقى مشرك كافر اقتله. ادي طريقه الوهابيه. فهمت ازاي؟ الدواعش مجرمين، لا قرأوا قرآن ولا يعرفوا لغة ولا يعرفوا دين ولا ملة، دينهم دين يهود. قروا القرآن بطريقة اليهود للتوراة فحرفوا. اليهود يحرفوا الكلمة عن مواضعه، ودول برضو قروا القرآن بطريقة اليهود حرفوا الكلمة عن مواضعه. فمذهبهم مذهب أصله يهودي من حيث المدرسة والفهم، فضلا عن النسب. في ناس بيقول لك ان نسبهم كمان اصلهم يهود. شفت قد ايه؟ من بني قينقاع كمان. يقال ان اصل نسب محمد بن العواب من بني قينقاع، من يهود بني قينقاع. بيقولوا كده، لكن احنا ما نعرفش. لكن طريقته في فهم القرآن طريقة يهودية. فهمت ازاي؟ طريقة الوهابية ان يحمل الالفاظ كلها على حقيقتها، والايات اللي نازله لعصاة المؤمنين للكفار يجعلها في عصاة المؤمنين. ده شقلب الدنيا. فهمت ازاي؟ فهي دي مدرسه يهوديه، بالظبط الشيعه برضو مدرسه يهوديه. من واضع مذهب الشيعه؟ عبد الله بن سبأ اليهودي. فكل الروافد والشيعه الايرانيين دول كلهم مدرستهم ايه؟ يهود. مدرسه يهوديه نشأت وبقت دول، وهي مدرسه يهوديه. فهم؟ والعجيب ان المدرسة اليهودية الوهابية تكفر المدرسة اليهودية الشيعية، وهما الاثنين مدارس يهود مختلفات، علشان كل واحد يقوم بدوره كويس يقوم ايه؟ يلهي الناس. تيجي تقول له ان اصل المذهب الوهابي يهودي في الوهم، يقول لك يا اخي والشيعي يهودي. تقول لي ازاي يا اخي؟ ده بيكفروا الشيعة يا اخي، ازاي يبقوا يهود؟ ايوه يا سيدي، بيقسموا الادوار. اليهود كانوا يدخلوا في الاسلام ويظهروا الاسلام ويريدون ضربه، وكل واحد ياخد دور مناقض لدور الاخر، ففي الظاهر بيكفروا بعض وفي الحقيقه بيهدموا الاسلام. فهمت بقى ازاي يا سيدي؟ فالشيعه والوهابيه وجهان لعمله واحده، وهي عمله يهوديه دخلت في الاسلام. فهمت بقى ازاي؟ من حيث الفكر وربما من حيث النسب. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فارزقوهم هنا الأمر ده إيه؟
الامر هنا ايه، للوجوب ولا للاستحباب؟ الراجح انه للاستحباب. يعني وانت قاعد تقسم الارث بتاعك، ابوك مات وبتوزع الارث بتاعك، انت واخوك واخواتك قاعدين، وجم ولاد عمك مش هيورثوا بس فقراء، اديهم حاجه، ادي لكل واحد 2000 3000 جنيه كده، ما انت بتوزع ارث 3 4 مليون، فهمت ازاي؟ قدامهم هم فقراء، اديهم حاجه بسيطه، واخد بالك؟ شويه كده، عندك كومه كده، خد من الكومه كده، خد شويه خد شويه خد شويه، وابتدي قسم بعد كده. ادي معنى حسن العشره. يبقى الامر هنا للاستحباب، الامر هنا للاستحباب. فارزقوه منه وقولوا ايه؟ قولا معروفا. تقول له بس خد دول شويه علشان ايه؟ في اولاد يتامى كتير هيتربوا، معلش لولا كده انا كنت زودت لك. ادي معنى القول المعروف. واخد بالك؟ يعني بتدي له وبتعتذر له كمان. تقول له انا عايز اديك اكتر. فهمت ازاي؟ بس اللي منعني ان الراجل مات وسايب ايتام وسايب اطفال صغيرين، معلش لولا كده احنا كنا يعني ايه قسمنا بيننا وبين بعض بالتساوي كمان، علشان يبقى في ود من القرابه. فهم؟ يا سلام لو قرينا القران وفهمناه ونفذناه في حياتنا، نبقى في جنه، هنبقى في جنه قبل ما ندخل الجنه. فهم؟ لكن للاسف الناس ما شاء الله يقول لك بختم القران كل اسبوع وهو بياكل اموال اليتيم، واكل اموال اليتامى، واكل اموال اخواته البنات، واكل مش عارف ايه، وظالم جيرانه، وطول النهار قاعد يقرا قران، لعنه الله على الظالمين، بيلعن نفسه. قال لعنة الله على ما شاء الله، وكل ما يخلص الآية يعيدها تاني، واخد بالك؟ وقاعد يدي على نفسه. فربنا ينجينا يا سيدي. مش رب قارئ للقرآن يلعنه القرآن؟ مش النبي قال كده؟ رب قارئ للقرآن يلعنه القرآن. يبقى واكل أموال يتامى وظالم، ويقول لك أنا بختم القرآن كل أسبوع ما شاء الله. ما شاء الله، ودقنه قد كده. ولابس برضه الثوب ومقصره. ما شاء الله، وراح عمل عمرة وجاب غطرة. واخد بالك؟ وبعدين ايه؟ ما شاء الله بقى وهابي، وحط لك السواك على ودنه. واخد بالك؟ وفي الاخر بياكل اموال اليتامى. قال: هي محكمه وليست بمنسوخه تابعه، تابعه سعيد عن ابن عباس، لان في بعض العلماء قالوا ايه؟ واذا حرر القسمه اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوه منه وقول لهم قولا معروفا، قالوا نسخت بايه المواريث، في ناس قالوا كده من العلماء. فهو بيقول لك لا، دي محكمه، ما زالت محكمه. فهم؟ مش منسوخ. ونقف على باب يوصيكم الله غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.